يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومائة وثمانية وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومائة وتسعة وخمسين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم نحو خمسمائة ألف شخص